طيب، عايز اقول لكم ان امبارح فوجئنا بتلفزيون المصري، حصل تصرف غريب جدا. لما كان معانا الاستاذ ابراهيم صياد الذي نعزه ونقدره بجد بكل تاكيد رئيس قطاع الاخبار، وكنت اشرت على سيادته ساعتها ان التلفزيون اذا كان عنده مشكله في التغطيه الميدانيه فممكن يلجا لوكاله اخبار، وهو ساعتها قال ان ده صعب لان احنا وكاله اخباريه يعني، فقال ده صعب لان احنا نمتلك امكانيات ضخمه جدا جدا جدا. فقلت له دي فترة انتقالية وفترة صعبة، الشارع مش متقبل كاميرات التلفزيون، فممكن نلجأ لده، والموضوع بقي معلق. فوجئنا واحنا في التحرير بعض الناس بتستوقف طاقم العمل وبتقول له انتوا كان فيه طاقم بيصور، وحكوا لهم حكاية من التلفزيون المصري، قالوا لهم ده احنا محطة مصر مدرنة حرية، قالوا لهم احنا عارفين الناس بتوعهم مش انتم، قالوا لهم لا ده الطاقم الرئيسي راح يصور في المؤتمر الصحفي اللي عاملاها اللجنه العليا للانتخابات واحنا جايين نغطي، وصوروا معاهم الناس على اساس كده، وفوجئوا باذاعه التقرير على احدى قنوات التلفزيون المصري. حقيقه ده ما زعلناش، ولكن التلفزيون اكبر من هو يعمل موقف زي ده. تعالوا نشوف التحرير بالليل ونشوف منه كمان الجزء اللي الناس شهدت بيه في هذا التقرير، وبعديها نستضيف سيادة المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة. وبالنسبة للتلفزيون يا ريت ما نعملش كده تاني. ان شاء الله انتخبت ان شاء الله في الحبر السري اهوت، وكنت في لجنه في الساحل، لجنه السيده خديجه، مدرسه السيده خديجه، وانتخبت والحمد لله رب العالمين. الانتخابات كلها جميله ومعظم اللي في الميدان انتخبوا. لا والله انا لسه ما انتخبتش لان لسه الدايره بتاعتي ما جاتش. لما تيجي الدايره بتاعتك هتنتخب؟ انتخب طبعا. هو الانتخابات احنا ما حدش اختلف من الشعب على الانتخابات ولا اي حاجه. هنا اذا كان في بلطجه وإذا كان في شيء بيمول للناس اللي هم مترشحين لمجلس الشعب، بمعنى أصح في هناك ناس بلطجية من فلول النظام السابق حتى يغرضوا فتنة بين الشعب وبين بعضهم البعض. وبنفس الشأن اللي هو أتينا حاليا، في ناس بتندس في عقول في الناس حتى تقول أقوال غير مشروعة، وهي نفس الرشاوي، هي نفس الرشاوي، وهي هي نفس النظام بتاع القديم، هو مفيش حاجة اختلفت، وهو نفس النظام. وتيجي تكلم واحد يقول لك صوتك بكام؟ صوتك ب 20 جنيه، ممكن تاخد 20 جنيه، وواحد ناس غلابه هتاخد ال 20 جنيه وهتاخد البطانيه وهتاخد بعضها وهتمشي. 20 جنيه وبطانيه. ايوه حصل. واقفين على اللجان، انا من مصر حضرتك، من مصر القديمه، ناس كتيره واقفه على باب اللجان وتقول لك ايه؟ نعم؟ اللجان بتاع في انا واقف، انا كانت لجنتي في الزهراء، لجنتي كانت في مدرسه الزهراء. في مدرسه الشهيد عبد المنعم رياض. ايوه شاركت في الانتخابات. ليه بقى؟ عشان البارح كان عندي شغل. ليه المشاركه؟ ليه؟ متهيألي الصوت دلوقتي فارق معانا. ايوه انا مرتاح ومطمن الانتخابات. ممكن نتعرف على قناه حضرتك؟ طب حضرتك احنا حصل مشكله يوم الجمعه اللي فاتت. اللي حصل ان انا اتسجل معايا يوم الجمعه الساعه 11 الصبح، واكتشفنا ان القناه اللي كانت مسجله قالوا لنا احنا مدن حريه. بعد التسجيل لما حصل عرض على التلفزيون طلعت ان كان بتسجل القناه دخلوا باسم، انا بسالهم القناه اللي داخله تسجل ليه؟ قالوا لي مدن حريه، مدن مصر، وتسجلنا معاهم. وبعد التسجيل في العرض بالليل طلعت ان التسجيل على القناه استغلوا اسم قناه مدن حريه وبرنامج محطه مصر. انا سائل الطاقم اللي داخل للتصوير انتوا تبع قناه ايه؟ قالوا لي احنا مدن، وانا عارف الطاقم اللي داخل، ولما سالت الطاقم متغير ليه؟ قالوا التصوير في مكان تاني. يعني احنا موجودين في التحرير، سالت علينا قال لك هم مش موجودين هنا. واحنا وبعد ما حضرتك دخلت، بعد ما هم دخلوا تم التصوير، دخلت المجموعه بتاعتكم نفس المجموعه بعدهم بثلث ساعه.